بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مستمعينا الأفاضل، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة بالشحانية، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذا الصباح، شوط يليه الآخر، وترحيبنا بكم يتجدد ضمن بداية وانطلاقة هذا الشوط، الشوط الثامن لفئة الحيل والزمول، ومن مسافة 8 كيلومترات. وهذا الشوط خصص لسن الزمول من مسافة 8، هي المسافة المصاحبة والرحلة لهذا الشوط. تهانينا والناموس لكل الفائزين في الأشواط الماضية، وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ. أسير وانتقل إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. منيف على المركز الأول لخالد بن مطر بن خلفان النيادي على مقدمة الشوط. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات على المركز الثاني الواعي لسعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري. المركز الثالث هذا مياس لمبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري. والمركز الرابع مثل على المركز الرابع عبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل، من يصلنا على المركز الرابع. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات ويتقدم في هذه اللحظات الأسد لعلي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي، من يصلنا في هذه اللحظات على المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة يكتمل، ولكن أعود إلى صدارة الشوط وإلى المقدمة إلى المركز الأول. الصدارة والقيادة في هذه اللحظات مع منيف المنطلق على الصدارة بشعار النيادي، خالد بن مطر بن خلفان بن محمد النيادي من يقدم لنا منيف على المركز الأول. المركز الثاني هذا الواعي على المركز الثاني سعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري على المركز الثاني. المركز الثالث مياس لمبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري. والمركز الرابع وصل في هذه اللحظات على المركز الرابع وتقدم شاهين لحمد بن حربي بن ثعيل بالعامري. والمركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، أرى القدوم والوصول من الهزاز لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، من يصلنا في هذه اللحظات ويتقدم على المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا للمراكز الخمس المتقدمة يكتمل، والنداء الثاني أتممناه على مسامعكم، ولكن نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة، الصدارة والقيادة والانطلاق الأول مع منيف لخالد بن مطر بن خلفان بن محمد النيادي على المركز الأول، مع اندفاعات منيف على المركز الأول. المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات شعار بن عويضان، يصل في هذه اللحظات على المركز الثاني مع الهزاز محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الثالث هذا مياس مبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع التقدم في هذه اللحظات والانطلاق من الجانب الآخر، وصل في هذه اللحظات وتقدم على المركز الرابع، هذا شاهين لحمد بن حربي بن ثعيلب العامري العامري، ولكن اللي تسلل من الجانب الآخر
وصل في هذه اللحظات من الجانب الآخر، وتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات لحظات حتى يتضح الرقم المنطلق على المركز الثاني. ظبيان العبيد بن ثعلب بن نوره العامري من يتقدم مع ظبيان على المركز الثاني. المركز الثالث الهزاز، الهزاز الهزاز لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين، شاهين على المركز الرابع لحمد بن حربي بن ثعلب العامري. والمركز الخامس هذا اللي وصل مثل لعبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل من يصلنا على المركز الخامس. إذن متابعين الكرام، العودة إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط بعد اكتمال النداء. أعود إلى منيف على المركز الأول، منيف على الصدارة وعلى المقدمة، يتقدم وينطلق منذ بداية هذا الشوط، يسيطر تمام السيطرة على المقدمة وعلى الصدارة. منيف لخالد بن مطر بن خلفان بن محمد النيادي على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر ظبيان، وصل بن ثعلب، وصل عبيد بن ثعلب بن نوره العامري من الجانب الآخر على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم والوصول من قبل شاهين لحمد بن حربي الطشة بن ثعلب العامري على المركز الثالث. المركز الرابع الهزاز، الهزاز مع محمد بن سهيل بن عويضان العامري والقادم في هذه اللحظات شعار بن جهويل يصل ويتقدم مع المركز الرابع. شعار بن جهويل مع مثل عبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل من يصلنا على المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي على المركز الخامس مياس مبارك بن سهيل بن راشد الحميري على المركز الخامس. إذن متابعين الكرام، أعود إلى المركز الأول إلى التغيير الذي جرى وطرع المقدمة. هذا ظبيان من تسلل وانطلق ليحتل الصدارة في شعار عبيد بن ثعلب بن نورة العامري، ولكن منيف 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 لخالد بن مطر بن خلفان بن محمد من يتقدم في هذه اللحظات من جديد ليستلم زمام الأمور. ولكن القادم في هذه اللحظات أول ظهور وأول نداء للرامي لسالم بن إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي من يصل على المركز الثاني. المركز الثالث مثل لعبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل. المركز الرابع مع بن عويضان مع انطلاقة واندفاعة الهزاز. المركز الخامس مياس على المركز الخامس، محمد أو مبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري من يقدم لنا مياس على المركز الخامس. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. القيادة في هذه اللحظات مع منيف، منيف منيف على المركز الأول على مقدمة الشوط لخالد بن مطر بن خلفان بن محمد النيادي. المركز الثاني، المركز الثاني، الله الله يا المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر. من بدأ بالتقدم في هذه اللحظات وبدأ بالانطلاق الرامي لسالم بن إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي. المزروعي يتسلل على المركز الأول مع انطلاقة الرامي، يبحث عن السيارة، يبحث عن الانتصار وعن الفوز. المركز الثاني منيف، منيف على المركز الثاني. المركز الثالث وصل بن ثعلب مع ظبيان وشاهين على المركز الرابع بشعار حمد بن حربي العامري. والقادم مثل لعبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، إلى الرامي وإلى منيف، إلى منيف الرامي
الرامي تسلل، الرامي انطلق، الله الله يا الرامي، الرامي الرامي، سالم بن ابراهيم بن سالم بن حمد المزروعي بدا بالانطلاق، بدا بالابتعاد، الله 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 يا الرامي، كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما تبقى عن الفوز، عن الانتصار، هنالك سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول، المركز الثاني منيف لخالد ومطر بن خلفان النيادي، ولكن القدوم 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 من سراب منصور بن سيف بن مبارك بن عفصان الخيالي، الخيالي يتقدم مع اللحظات الأخيرة ليقدم لنا سراب، سراب يا سراب. ولكن أعود أعود إلى الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم بن سالم المزروعي، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، المزروعي مع الانتصار، مع الفوز، مع اللحظات الأخيرة، عاد ظبيان، عاد ظبيان، عاد بن ثعلب، عبيد بن ثعلب، بن نوره العامري، المركز الثاني مع ظبيان، ولكن سراب، 700 متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الله الله يا المزروعي، الله يا المزروعي، الرامي الرامي، الرامي الرامي، مع المزروعي، مع المركز الأول، مع اللحظات الأخيرة، سالم بن إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي يتقدم وينطلق على المركز الأول مع 400 متر الأخيرة الخطيرة، اللحظات الأخيرة، ظبيان على المركز الثاني، ولكن الرامي، الرامي الرامي، الله 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 يا الرامي، يلا يا راعي الرامي، لا بد من تحقيق الأماني، تهانينا والناموس لمالك الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي على انتصار الرامي وانتزاع سيارته هذا الشوط، تهانينا لمالك الرامي. ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، المركز الثاني ظبيان عبيد بن ثعيلب بن نوره العامري، المركز الثالث وصل على المركز الثالث وابل لمهنا بن حمد بن محمد الاعفاري، المركز الرابع وصل على المركز الرابع شاهين لحمد بن حربي بن ثعيلب العامري، المركز الخامس وصل على المركز الخامس صوغان لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. اذا تهانينا والناموس لمالك الرامي سالم بن ابراهيم بن سالم بن سالم بن حمد المزروعي الحاصل على المركز الاول، والتوقيت الزمني 13 دقيقة وثانيتين وجزئين من الثانية، هذا توقيت الرامي الحاصل على المركز الأول. المركز الثاني وصل ظبيان لعبيد بن ثعيلب بن نوره العامري، وتوقيته الزمني 13 دقيقة 5 ثواني جزء واحد من الثانية. المركز الثالث وصل على المركز الثالث وابل مهنا بن حمد بن حميد العفاري، وتوقيته 13 دقيقة 9 أجزاء 4 9 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. أنقل الكلمة والمايك إلى عبد الله.